day soo abaabuleen golaha tala wadaag iyo qaar ka mid ah ganacsatada oo lagu soo dhaweeyay loogana dhageysanayo warbixin qaar ka mid ah gudigii loo xilsaaray inay deeq sadaqo ah gaarsiiyaan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii soo bato ayaa lagu qabtay magaalada Columbus waxaa ka hadlay culimaadiin salaadin ganacsato iyo waxgarad kala duwan iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay cadeymo muujinaya in la caawiyay dadkii agoonta ahaa ee ku waxyeeloobay waalidiin iyo waliba qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sidatan markala waxaan ka mahadcelinaynaa dhamaan jaaliyada ka soo qaybgalkii caawa aad ka soo wada qayb gasheen barnaamijkan aan uga hadlayno sadaqadii aa baxsateen oo soo batu iyo sidii ay ku baxday insha Allah ta'ala waxa halkan joogo task force-igii gudigii arrimahan ka soo shaqeeyay waxa joogo gudigii la diray dadkii loo direen wakiilanay oo warbixinta nasiin doono insha Allah ta'ala waxaan ku bilaaban doonaa barnaamijkeena sida aan caado noo ah insha Allah waxaan ku bilaaban doonaa ayada quraanka sida ka warqabtaan mar walbo waa in isxasuusinaa diinteena wanaagana marka laga hadlaayo kuma wasi jirtaba marka waxaan caawo u fadhino ummadu waxa la yiri saddex ayaa ayada quraanka ku soo degsoortay nisaa umaleen la khayra fi kaseer min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayn an-nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما مركا ميد كميده سدخداسا او فدينا مانتا او اه صدقتي مركا ان شاء الله وحان كوبلاوان دونا هدا قرانكا وحان كوسو دوينايا مع عبد الرزاق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم مركان waxaan ku soo dhaweyn doonaa Sheikh Mustafa oo kelimad ka oran doono wanaag ay leedahay sadaqada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الحمد لله إلهي بامهد سكالة سبحانه وتعالى مره رأي مردن بابا إلهي بانكم مهدنين سبحانه وتعالى نغي لدد مسلمين إلهي جنون نعمين نعمين كترد بضن أن لكو بكرين نقوق الله دايستين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بإلهي ليه هدا دمعدان إلهي نعموين كيسا إنات كوبتان أما آترسان مكو بكرتان بإلهي ليه مركا نعموين آدو تربضان بإلهي نقوق الله دايستي سبحانه وتعالى نعموين كاسو إذل إلهي ما نكغ الشكرنين منا أندر إنسانان وإدو إلهي نعمة كسي نعمة دا إلهي كسيين آد إلهي كغ الشكر سبحانه وتعالى سيدو إلهي نوكا فالقا دا منوبا لنقاضا إلهي نعمة دا سيو نو زيادن هيا أولا تي أتيست إلهي وكوية وعنها وكو كايدن هيا
زيادة كلنا الله وكسين هيا لأنه إله وحوله لإن شكرتم لا أزيدنكم هذا ديقول شكرسان والنعمة أن أنا إذن سيادة جمهد أليسان وأن إذن زيادة هيا ولا إن كفرتم من عذاب الله شديد لكن هذا النعمة إذا سأقون سن ويدان ووحي أدونك الله قبهنا وأها إنه إلهي كغش شكريا نعمة داس شكرنتو مركا وحالي رهدا دور أرنبا ويقشا قفك بنا آدم كاللسان كأما عرب كوكش شكرين كرا وهدي إلهي قوت كسيو أما أوك ورابيو واتو النبي قده جراء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا إلهي بما هذا نقوديي ونورابيي وميلا معنا مسكن يقول أنه ينا إلهي جنسي سبحانه وتعالى لسان كمرك قفك وكش شكرين كرا ونعمة إلهي أسيا الحمد لله الذي عافانا واتو حديثك لها إلهي جنا في ما هذا سكله سبحانه وتعالى جوارح ذا محبنا النفط جدا أدونك وكش شكريا وصلاة دارك تيسا نفتك هذا ومهد علين إلهي خالقها وكو أبوري يكون نعمي شكرين أدي إلهي وغم مهد علين يسيد وهي هذا نفتك هذا قلبي نقفك بين آدم كهم مؤمن كقدت كيسا إلهي وكو غم هذا يا مركو قفك النفس دي سديب سغن نقضه وواتو نبي قير عليه الصلاة والسلام هذا دارك تان قف إلهي وامتحاني امتحانك اسكتر بندان كرا إخواني هذا دو عافمات قبتدو حضر كيسا قف حانونسن هدي أديك إلهي أكود قول حوجة هي ستو حضر كيسوق فقيرة هدي إلهي أديك سبحانه وتعالى إن هذه بصيرة هذه أرجع إلهي كود ما يستر وحضر كيسوق فساس وكلا أنت أسمرك هذا رت النبي وحير عليه الصلاة والسلام إلهي جن واحد ويدي ستان إنه إلهي سبحانه وتعالى إلهي جواح إذن كعافية إلهي جن ناس كشكرية إنه إذن دائم يالو علو ماذا مركب وحي إليهين ما ها مركب دارت وقفك يترنا إلا تراد إلا أهيو أذن يترنا يسنسيد وقفكان وكلا ما هن أي وحو إليه النبي عليه الصلاة والسلام إلهي قلنا ويديستو أوه سيقال بأه إلهي كقم هذا الحمد لله ده إلهي قلنا بدقلي وحيا وهددك أدوما هذا أتكس الله إلهي وضع ما هذا إسكالي وحان ربا إخواني إلهي سبحانه وتعالى ددك أدوما هيسا مر الأركاء إلهي وحو نفرها يا إنا نسكال ميسن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بلا إليها أدومها يقوى حد سكو كان ميستان على البر بر قوى السمها ووحونا يكسن واي إيه والتقوى الله كعبسك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لكنها سكو كان ميسننا ذنبك إيه عدو تنمد إيه وحاسا سكو كان ميسننا إلهنا إليه سبحانه وتعالى بر مركا وحاكم إذا هوشي هدرق ولا لها نقا وربحنت إذا هد مركا ورؤونوشي غايين وها وحي خير قبي أو هناك سنة وعاد أنتي ناني أنت كل والله متك أهبات كشغين يسين وعاد ولا ليه إني دبعت هذا أي جارتي وقرح يدي عي معناه يكون جارين كيسوب عاد يمكن الله بحدين أيقون الجهد دقي يددال كنا إلى هايين سدى أدو حول بحدين وكلنا أيق نفط جودنا أنتي والله بحين هذا الوقت جودنا أي جليان إني ماشي يجابتي يدتك أوبه هنا أنا يكون سمان أرنتها سو إذا المركا وحان لا يهاي ووحان إلهي أقوى ما هاد علينا إن إسكاشيغا قود هانيد وحان الله يا خاصة ترقي ولا لها أها وهوشا سيقعانتا كوهايي وقت قودي يجهد قودي يددال كودة قليي جزاكم الله خيرا إلهي خير بدن الله إذن كو كالميو نبيقو عليه الصلاة والسلام مركو كهل لهي معناها خير كأيو وناق وضدكو أيو ترتمان نبيقو عليه الصلاة والسلام وحويري إن الله أخواما اختصهم بالنعم إلهي وحول ليه قوم إلهي وكوغوني يلي نعموينك نعم ذا سعلم ذا بعض كمد وحي ليهين إلهي با وحو سي هانتي وحبا إلهي سي يي سبحانه وتعالى أما قفك سهشق إستاما ميلا وحكا سوغلان يهال هذا وإلهي كوغوني يلي ترتو يري لمنافع العباد معناها إني أدومها كلا إيكو منافع عادان وحبا الله كسين هيا مركاسا إلهي أدومه سيكرا yaad adiga dadkaasi wax ku anfacaysa ayagiiba marka manfaca kugu haysto meeqa hadan umadaan wiliba khaasatan khayr allah si dadka soomaalida oo dad aad iyo aad u qiimo badan waana dad aad iyo aad u sharaf badan waxa yeelay dadka hada qurbaha jooga badana wadanka nagii dadkii aan ka soo tagnay oo ognahay dhibaato tiro badan iyo burbur tiro badan iyo xaalado badan inay ku sugan yihiin waxa ugu badan baada allah ilahi fadligiisa subhanahu wa ta'ala ka badi waxa ama ay ku nool yihiin ama ay wax ku qabsanayaan ama isbitaalada badan lagu sameeynaayo waa wax idinka dhididkiiniya wixii aad galiseen way juhdiga iyo dadaalka aad la bixiseen marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad ka mid noqoto qoomka nabi maxamed uu tilmaamayo leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay dad
إلهي أو كوكا خاصية لنعموين كبعض كم ذي إلهي أسيي سيدتك أيو مداس كلا أيو انتفاعان ومداسنا أيو أنفعان مرك إلهي ساسو النبي عليه الصلاة والسلام سيدا سيهرين ويقولها فيهم ما بدلوها إلهي نوا أسوغ هيا وحلي وحي بحسدين أقو شيء آد بحسو جيب كذا آد كبحسي وقف ورالك أو محتاجه باهن آدو ديبتينه إلهي سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا إلهي وحمه المامو شيء قاس آد بحسي يديدك هذا ها يقف ولالك أهو أمر دباتجارت أما قف ضعيفة أما قف مريضة أما قف معدو حاجة أو صاحبة أتسيسي إلهي ممك سبحانه وتعالى وقصها يا إلهي ديوان بيكو قرنتهي واللقوك هيدن هيا مركز النبي حير عليه الصلاة والسلام فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم لكن هذا وحي بحم ويان بير النبي عليه الصلاة والسلام وأستر هذا وحان أدوك كاما بدن وحادا أدوك هاي سكالية نبي حير عليه الصلاة والسلام إلهي وكوري جنها يا قوة يقأه مركز إلهي وحو كوري جنها يا قوم كرو إلهي كوري جنها يا مرك إلهي نغمدك قوة إلهي وحكا وريجين هيا سبحانه وتعالى وانوغن هاي دباتو ينكي حالة ده هجر وانوغن هاي شغيري ده بدن وجرته وانوغن هاي مالما هندم وانوغن هاي ولي بدتكو إنو سناد جيب كود وسوبورنين لكن وحادو غاتان قفك بنا آدم كه ورالك أهو وحي الله بحدا مرك أدادوغو معنا حاجة ستا مدباتيان وحي قبا هنت هاي مرك ضحكا بحسيد وعنا أنصار النبي إلهي وحكو إلهي أمان سبحانه وتعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أهل المدينة إلهي وحكوت المام سبحانه وتعالى رك أنصار إن مقالة كوة دقيو إيمان كلها ولي بإيمان كنا أيقنا ومعنا سر راسك قلوبته ودقوا إلهي كتل المام سبحانه وتعالى يحبون من هاجر إليهم ويجعلهم قف كيسو هجروا إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب تسامك كإيمان هي وكل قدوة هذا إيمان مقالة مدينة إيئنا اللي إنت مسلمين هيد وضد يروكوبان وميل دقن ولي روحا قحوتي إقدم كدل نقون إيسا إنتاسو كمانان وكالي مركز النبي إلهي وحوليه وكو أمان هيا ضدك إنتاسو علي صلى ساري مرد بسنة هيام بيري ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حتى نفتو ذاك الدور هيا حتى أيقو أبهم بيوحو ذا بيحن هيا بل وابجعليهم بدتك أسو هجرون هيا وحال رباقفك مؤمن كوالالك إنو وح بحي إنو دبي عدو النقطو إنو وحي أوهيو قف ولالكي سهد حاجة نصاحبة إنو وح كلاقي بصد إنو كفر حال ربا إما ها مركو شلنك يركب بحي أما قف ولالكي سهد باتيسان وحقو كالمي إنو حساب تمو يرهد الله إله جاكي وحبا كقوا إنو يرهدو كن دامو دماهن بل وإن جعلنا نفسدنا نظرنا طبيعي وقدقنا إن جابك نغنى وحكبه تدك ولا لها نغنى وحقارا وحان ليه خير بدن الله كو أبال مريا إن اللي أنت هرو وحلب حدي خير بدن الله كو أبال مريا ولا ليه نفت قوضا إنت هل كان كبه حين وقت قوضنا قليي تدك أباهنا أرنتها سنقار سيي أيقونا إلهي وحان ليه خير بدن الله دن كو أبال مريا وحان كل جن مركز كودة دونينا وحيتها ولا ليال إن أن نجا كل جن أن سبده كاشنو وحي خيره وناجن أن سكو كاشنو إلهي سبحانه وتعالى أن أنو ترسارنو نفسدنا نذنا أنو ككلسونا أنو أنا أوجا أن الشيء قال له بحيزد إنه إلهي أكتي سو كويا الله سبحانه وتعالى هذا الكيان أن نكون دارين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أرنت أسمرك إن شاء الله تعالى كل جن أن كودا شقينه وأنا أوجا مهد علنا يا رجع ولا لها هوش هاس إنه سوق بتي وحن لي هاي نبي واحد وتوها ما لم يشكر الناس لم يشكر الله قفك أن ندتك كل شكر إلهي كوما مهديو هدي أنا ما هاد علم وين رج ولا لها أو يجون تسقبان قابيا أو هوش هاس لحد أول قصدين أو وحي لأرورن كرنتي لأروري هذانا أي تجين ودتك ولا لها يو أرنت هاس أدي باتسنا جارسية هذانا سوى نعكسن هو خير بدن هو أمري هكو جارسية صانا نقطة هذانا وربحين تين نعوضه وحن لأيها الله إذن بركة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا دمانتي وعوض ما هتسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وحى مهد وين أوصقنات الله سبحانه وتعالى إن كسكو مركان إذن شغل برنامج كان وحى نقود لي أو نوكيني أو أبه هذاها أو أن كقبسنا ميشو ذا أو نسوء أبابولي وحى فوكس ليرن أكاديمي فاميلي فوكس ليرن أكاديمي إن wa nala joogan en odaygoodi oo aan waliba gudiga ku jiray en qisay yar oo ajiib markaan idin sheego iskuulka Focus Learning Academy en ardaydiisi hatta waxay ay aruurinayeen en sadaqadan soo bax ka qayb qaadanayeen markaa waxay noo sheegeen gabar kamid ah iskuulka ayaa waxa u timid principalka waxay tiri
waxaan haa inaan waxa sadaqaystaan rabaa inaan lacag sadaqaystaan rabaa ilmi yararka ah markaas waxay keentay sadaqadu yaraan male waxay keentay 1 centi 1 centi inay ku darsato waan loo geeyay gabadhaas ma sha Allah marka waa ilmo waa waxay first grade meelahaas ah marka ilmeen laftirkeena aan barno waaye aad aan ugu mahadcelinay Focus Learning Academy markaan waxaan ku soo dhaweynayna gudoomiyaha gudiga jaaliyada maaragtay Soomaalida mudane Hassan Umar oo asina kelimad ka dhigi doona mahadcelin ah insha Allah hadii nin sheekhu hadlo horta oo uu ka hadlo deeqda sida loo bixiyo meel shaas wax kaaga banaa waa yariin runtii waayo shaqadiisa waxay tahay inuu mataqaana ummadda wax wanaagsan u sheego culimada dawladda oo anbiya way marka waa hoggaamiyasha bulshada diinta intii aan Columbus joognay markasta oo ay timaada xaalad dhibaato ah wadankeena ku timaada runtii dadka Soomaalida ah waa u istaagaan dhamaantood waxaan xusuustaa meeshan abaar mar dhacday waqtigii uu khayra prime ministerka halkaan buu habeen ugu la hadlay waxaan u dhiibnay aan dhiibnay 136,000 I remember waa hal habeen oo ma isbuuc lagu ururiyay waxaan xusuustaa hiiraan markii ay ka dhacday daadadku dadka Soomaalida oo Columbus jooga waxaan ururinay 150 lacag gaaraysa 1,000 baan ururinay oo aan u dirnay Ilaahay baa mahadis ayaan dhawayta markii Hargeysa suuqeedu gubtay weehan lacag aad u badan baan ururinay oo ka qayb qaadan ayaan tii dhawayta oo badweyna macuusilayda hawshada bilaabanaysay dadka Soomaalida ah dadkii wax ku dhaceen wax badan bay u gurmadeen waxaan hadda arkay waan ogeyna hadda markii sooba wax ka dhaceen markii horena waan ogeyna kulligeen waxaynu xiranay maro gududan baan madaxa ku xiran haddana markii dambana abaabul baa la sameeyo dhaqaale la ururiyay laakiin waxyaalihii iigu darnaa waxa ay caawaan arrinka farxadda la waxay tahay lacagtaas aan abaaraha ururinay oo berigii aanu dirnay baa dawladdu waxay naga codsatay rasiidkii lacagtaas dawladda Soomaalida inay heshay inaan helno si kasta intee la prime ministerka xafiiskiisa waa ka weynay in warqadina la siiyo mar runta laga hadlo iyadoo walibayna la weydiinayo oo dawladda ayna weydiinayso leedahay lacagta la qaaday xagee laga keenay meeshaad geysan sheega annagu marka waxaanu nahay dad mar walba lacagta bixiyo deeqsiyaale laakiin maana noqon lacagtaas meeshay tagto marka hadda dadka leebaris aan helayo hadda way ka duwan tahay caa waxaan aad ugu faraxsanahay nimana inaan lacagaha ka rarayo aan amargeynay oo ay caawa warbixinta noo wadaan waa horumar aan gaarnay hadda wixii ka dambeeyan waxaanu bilaabayna oo lacagtan ciidan ku aaminnaa noo dhiibna weli waxaa arkay nimanka lacagta u dhiibnay iyagoo madaxweyne la masawiran baarano madaxweyne agtaagan waxaan isla madaxweyne lacagta u dhiibeen meel ka sarreysana ma jirto marka taasi waa horumar aanu runtii gaarnay dadna Soomaalida daynu nahay sababtu waxa weeyaan in wax la bixiyo wax waa wanaagsan haddana inay meesheedii gaarto oo aysan NGO noqon oo aysan group qaadan oo aysan la dhihinin magaaladaas baa isku haysta waa runtii wax aad u wanaagsan waxaan u mahadnaqayaa iskuulka Fox Learning Center iyo maxaa la dhihi jiray dadkii Soomaaliyeed iyo ninka hadda meesha hadlaya Cabdishakuur oo runtii ahaa instrumental maxaa la dhihi jiray saldhig asagu ahaa in waxaanu socdaan caawana xafladan abaabulkeeda lahaa sidoo kale nimankii halka inta ka tegay waqtigoodii iyo shaqadoodii ka tegay lacagta qaaday oo meeshii geeyay anigu xamar waqti hore baa ugu dambeysay waa ka baqaa been idin sheegi maayo waayo qaraxaan iyo jugtaan maalo walba lagu hayo waxa weeye riski ninka qaato halka inta ka tegay mataqaanaa lacagta qaaday waa wax runtii aad iyo aad muhiim u ah ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkeena iyo dalkeenu kuma jiri karaan baryo iyo deeq ilaahay inuu waddankeena inoo dejiyo waddankeena wax ka badan baa yaa dhahyaala haddii qof kasta oo Soomaali ah heebta leeyahay hadda go heebteenu waa 2,020 mile way 3,300 iyo dheeraad kilometer way haddii qof walba boos 20x20 laga sii heebta laga bilaabo ilaa iyo meesha ugu dambeysa waxaa soo harahay dhul ka badan oo haayo ka soo harahay qof walba hadii la sii bint oo heebta kaliya la dego kalluunkeena sanadkii waxa weeyaan waa 15 billion weeye wax qaata lama yaqaano beerahanina ma beerto dhulkeenii waxa weeyaan wax
ودتكاني وهان قرني قريان سو هيسنا ويسور تاغنا وي هدول كوتير خير كوتيرنا وها قادنا هيا بلايا قادنا هيسا رنتان ادين شيغيا وحنا اخري نبن عاو اوغا شيكيني اغانا رالي نقضا نينا نو تيدانا مترت لكن وان ادين شيغيا عرنكاس بوغ بان وحنا اخري لابد الدقودة دقوة وين بان نو حو اهان تري بساس قولادا كالي مركا بساس كاس نكاس احال وهو يري مركا ودن كان لقارو اما ودن مدى كالي وقت دار مركا لقارو دوكومنتك والا فسحا مركا وهو يري ولغا يا اللهي انفرماشن مسين دولة داس وربيهن مسين هو ما بساسين لكن محان سمين تري بيو يري وحان سمين تري وغابر سنة بيو يري دادك اقول لي تان مدح وقدر يتري بيو يري ودن كا ودن مدى افريق مير والبوا ودن كا دادك اوه سايا يعني وحان قدر يتري بيو محال لتر ماري اقاسيمي محل لتر قدام يا قبل دادك بين عالم كا اوه سايا سي ودن كاسو ودقو اسان كورن او كأنين هادا ودن كأنين دولد قبل ديا لغا ديا بلايا انا حكومتا رنتا مركا لغا هالو ويهي بانا مركا رقبا نوصو حولي دال كان مركا انا قاسكالي ummadeenii qoryay soo haysataa waana baabaday waxa la leenaya waa aruurteeni weeyo dhinaca kastaba dhimanaya waa ugubkii Soomaaliyeed weey ugubkii weey waxaanu ku tarmi lahaa Soomaali dad badan bay ahaan lahayd Itoobiyaanku waxa weeyo 120 milyan Kenyaatigu waa 100 milyan anaga waxaanu dhaafilana 10 milyan maxaanu dhaafi weyn ki ka cab anaga dille ki wax garanayay anaga dille ki waxaanu tir lahaa anaga dille كي ولاد كاها إنك عدل له أو هشيق لها عقلك إنك عدل له كي دقالها إنه مركب حويان وهن أباهن هاي إنا ندرك ما دام ميشن توقن إنه دل كين إنا ندعين لبعت هذا إنا هاي ستنا إنه أغان إنا سلقو تهي إقراش الآن لكن ودن كين وحا كتيرا وين وفلا يهين سيدو كلا إن لا إسآمنو أو وحي لبهي سيداس كلا لو قادر لو جيو قفك سيدو مسؤول هنا وحي لو ديو وصن أوسن كتكري فلنين أوسن وحي متقانا قادنين وحان مركا إلهي كبريا إلهي دالك يعني دالك يعني بإنو إلهي قاتيو إنك أنا وحان إلهي كبريا قلب جانين إلهي سكين سيو تيريو قبيل كان تراد بادن أو إنو قول نغضي مصيبة إنو قول نغضي ور قبيل كاقال هو أو قبيل كاقو لكن عدالة درو ها أسمين قبيل إلهي هو قفو قانين أدو قبيل آمنسن إلهي هو قفو قانين كليئة أقو عده تهدارته لكن قف بن ادم حق دراكو سمين قف بن ادم قف كل حق حق سينين قف كل بن ادم هو دلين قف بن ادم قف كل مال هو قاعد ولا بن ادم كالهي وابورت ودتكو ولا لا انه نحي دل يدد بن كل غير ما ابتي علمي ادي سيدي ابتي ادير بن سودنا وح فاملي بيننا كل غير مركا نمايو ودن كاني انا ادعينو هل كان دتك جوغان ان كو قيب قادنا مركا دباته تيماد سدان وقيب قادنا وكله haddii wax ka dambeeyaan lacagta ka soo wal qaaday wa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh raadina ahaa waxa kala caawina la joogo madaxa haro oo asiga qayb ka ahaa oo wadankan waa ogtiin dhaqaalaha lacagtaas oo kala marka la sameeynaa waa in la marsiiyo hay'adooyin jeebka lagu ma qaadi karo marka hay'adii noo fududeysay oo gudbisay xagga noo geysay ayaana la joogo madaxoodi caawa alxamdulillah meesha marti ku ah asigana waxaan siin doonaa kelmad insha Allah Sheikh Cali Haaji waxaan hadda ku soo dhaweynaa asigana gudiga task force ee noogu jiray Sultan Faqi oo arintan abaabulkeeda wax kala aha noogan kana mid aha gudiga jaaliyada maarta halkan arintan qaybta ka aha ku soo dhawow Sultan Faqi alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروح رميي علمدي إيو مسؤولين تيقه الرئيي ما انتا معاوة وحان أفر لنا رقي ولا لها أها وقاتي كالنتو ده بحنت صفرك ila ay dadkii mudna ay ku simaan oo ilaahay ayagoo bad qabana nagu soo celiyay inay runtii caawana warbixintaana siiyaan runtii de tabarucaadka iyo kulanka khayriga ah ama bixintu waxyaabaha aadka ugu wanaagsan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan
مر والبنا كلمة هاسي ويفرينهين إن شاء الله تعالى وحنلاقي هاي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مركا إن شاء الله وأطر ثمينا علم الرما هاسي خيري جاء إن ميل والبه وأن أرجنو إني حقت هاي مصيبة كستا مر والبنا كلمة دي دوام كدرة إن مصيبة إن الوقاية خير من العلاج كهرتجا يا كونكسن داوينتا إن أن الله أبرنه مصيبوين كما جعيدا بدن له ومضى كوهب صدي الله جرمنا يا قصب قفك إن وحي مركا دباتو أما مصيبة دعاء إن لسوق إن لسجرب استاجو لكن حدنا إن وحيابة حردالين كره إن أن مركا هراء أن كفكره وأن إلهي أطر صارنه بريدا الله نعم بدنه مركا إن شاء الله تعالى إن وركيجا مبطنا وحن لاي هاي واتكم هاد سنتهين أديقين كالنتين يقود الشدين إيو إلهي مارتين وديبدين سوع ليي هل كان وركينا يان أفر لنا وحن كريا للاي هاي داتك الرمها سينا لغنية جبن يان هوري أسعنو هدي إلهي رالي كردقو وكسي قد قلينا وحن مركان إنا كسو دوويو سوكا لأدير شاكي oo kamid aha laftirkiisa dadkii aan arintan ka qayb qaatay oo abaabulkeedana laha oo na intii aan fadhinay een goob joog u ah laftirkiisa insha Allah inuu kelimad asigana oo baraarujin ah oo noo soo jeedi insha Allah salaamu alaykum wa salaamantihiin rag iyo dumar ba dad weynaha Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan aad salaanta islaamka ayaan idin ku salaamay war badan ma qabo oo wax alla wixii halkaan wax tar u ahaay ama ha noqoto feedback jawaabtii lacagtii laga soo celiyay ha noqoto ama ha noqoto ragay qaado loo mahadnaqay ama ha noqoto dadkii bixiyo jeebkooda ka tabarucay intaba waxaan leeyahay waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waan idin salaamayaa insha Allah markaana waxaan ku soo dhaweyn doonaa madaxa haro الشيخ علي حاجي وقيب كاها دادكي برنامج كان لعقاهان دادكي قارسي وقاضي ولسعودي ونعمل نوقود به بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جزاكم الله خير رنتي حفلة دان وحويان أنا أرين كلام وصعودي يومانيتيريان بان هو مر والمبان بان وحك السمياء marka hay'ada humanitarian ka maanta dadkii gurmadkii dhibaatooyinka ku dhacay la saanood ayaan masaydka oo bakar maanta fundraising aanay shaqto halka sameeyney arintaas oo habeen hore la igu yiri aanu meesha u imid runtii waxa aad iyo aad iyo aad u mahadsan gudigii aan halkan iska raacnay oo aynu tagnay Muqdisho together runtii rag aad u qiimo badan bay ahaayeen waxa kamid ah Xaji Maxamed ناس اندوس او تغانينا ومرينا مركا شيخ حاج دكتور ادن يا ماركتي عبد الصوب عبد الصوفي مركا رونتي انت سفرايي انا 15 سنه ايان هيدان هارو اي كفان جليس نورث امريكا ان سومالي كلي كشقينين رنت اي كدواجين هيران نكي جي انغا ها 400 كن مركي دادت كدعين arinta waheen hal milyan ee 200,000 bay North America aruriyan oo reer Ohio kamid ahaayeen qofkii geeyay waa hay'adda haro jigjiga abaarihi ka dhacay oo xoog badan 200,000 kun saas soo kale u geeyay aniga aaday intaba haddana ragan sharafta badan oo caawa soo unkumay fadhigan qiimaha badan ayaa runtii ila socday aniga naftay waxa dan iyo had maartay inay ayaga la socdaan ayaan ku daba gabanay maadaama lacagta aan waday laakiin rag qiimaha leh oo aan daba socda ayaga aheen ilaahay baan ka jeezeynay maartay arinta ay qabteen laakiin waxaan ilaahay la shukraa ala waajib marka sheekeyn waan runtii dadkii hore oo Nairobi booda joog jiraanahay marka saaxiib hore aheen hadda caawa meeshan ku arkay ayadan aad iyo aad way farax gelinaysa damaantiin waad mahadsantihiin kasoo qayb galkaas kasoo qayb gashay ee danaynta aad danayneysaan juhdiga aad bixiseen oo aad isla hadeen maaragtay talo dadkii magaari doonta
in United States gudoomiyaha ay adu warqabo compliance wax leer hajiro lacagaha waxay ku baxeen imeesh laga aruri waa inaad cadeyn kartaa markii ilaahay 15 ka sano hay'adan San Diego California loo aasaasay haddana Minnesota ay waxay tahay maaragtay saldhigeed ugu weyn marka dhowr xafiisan Soomaaliya ku leenahay Muqdisho waa xafiiska ugu weyn xafiiska labaadna wuxuu ku yeelaa Garoowe kan saddexaadna Hargeysa jigjigina hadan ka furayna hada Ilaahay yiraahdo marka anaga umadaas aan qadumeyna waxa la wada idinka keentan baan adeeg banahay anaga si gudbino runtii arintu waxaan umaleyna waa mahadcelin wax badan oo aan ka sheego kale ma jiraan aad baan idinkiga mahadinayaa reer Columbus Ohio runtii joodigaad bixiseen waxaan ogaatay Ohio waxaan ogaatay mid kasto oo la sameeyo Ohio waxay ahaayeen top markasta lacagaha la soo aruriyo bay ahayn lacagahaas anagana Ilaahay nagu muceebaynin Ilaahay waa nagu ceebtiray haddana sidoo kale laascaanood baan hadda dadka maatada ah anaga humanitarian baan nahay shaqo kuma lihiin dagaalada socda iyo xaq iyo xaq anaga ma dhaxgalno kale waana arki doontaan insha Allah oo ayadana sidoo kale ama videoyada ka arki doontaan dadka masaakiinta oo soo qaxay iyo isbitaalada burburay ee dhaawacyada jiro intaas aan daweynayna anaga ninkii fikir qabo ma aragtay lacagaha ama loo geeyaa dad kale xaaran bay ka tahay loo geeyay anagaana qaybina insha Allah Ilaahay idinkis jazaakumullah marka inaas aan Ilaahay aad iyo aad baad u mahadsantiin anigana aad bay farxad igu tahay inaan caawisaas ula kulmo ragga i raacayna waxaan leeyahay inaan haro ku martaqaado aan bilada sharaf siimo waxa si kale oo uu abaal gudmo aqaano marka khair baan idin rajaynaa insha Allah assalaamu alaykum markana waxa u yeeraya qof kamid ah dadkii qaban qaabada kamid ahaa gudiga oo garaad Daawud inuu maarto kelimadkii ila insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ariga waxa la isoo kiciyay bal inaan u mahadceliyo dadkan ruuxda badan ee xafladda isugu yimi maadaama aan kamid ahaa qaban qaabayaashii xafladda marka tii suldaannimadu maanta waa ii dambeynaysaa mahadcelintaas aan rabaa inaan ku horeeyo waxaan horta u mahadcelinayaa shacab weynaha reer Columbus waxaan u mahadcelinayaa dhammaan gabdhaha quruxda badan iyo ragga quruxda badan ee naga soo ajiibay inay noo yimaadaan oo nagala soo qayb galaan xafladdan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa Cabdishakuur iyo Jaamac oo hawshan soo agaasimay oo xil iska saaray inay isugu yimaado isugu yeeraan bulshada intaa leeg si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa gudidii kooxdii aynu dirnay xamar aynu dirnay hawsha adag aynu u dhiibnay wadada cusub inoo furay wixii aynan hore u dhiibi jirin sida odayaasha hore sheegeen inoo bayaamiyay baan aad ugu mahadcelinayaa waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa gudoomiyahayga Haaji Nuur oo aanu intii xad dalka joogayba aanu qadka ka wada xiriirinay aanu wada hadalno shaqo adag aanu wadnay ayaan aad ugu mahadcelinayaa keenana fikirkan ah in lacag la qaadi karo oo dalkii la geyn karo marka waxa weeye wadadu way furantay gudoomiye Xasanna waxaan rabnaa tiribka dambe ilaahay horta inuu kuma keeno dhib laakiin haday timaado in isagu hoggaamiyo rabnaa inuu qaado marka halkaa kaga baxay dadku oo soo yeegayaan kulli waxa leeyahay Daawud mar hadduu istaagay talo laascaanood muxuu ka dhahay horta laascaanood intii dhimatay Allah uu naxariisto inta dhaawacaana Ilaahay uu boogadhayo maanta ugu dambeysayo guriga hoobiyo ku soo dhaco 8 caruur iyo hooyadood baa ku dhintay marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay horta dhibaatadaas uu ka joojiyo oo ka dulqaado dadka masaakiinta ah aan waxba galabsan waxaan kaloo ku darayaa maanta madaxweynaheena federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo si la yaab leh uga hadlay arrinta laascaanood oo geesinimo ku jirto ayaan halkan rabaa inaan mahadcelin ballaaran aan uga diro Soomaali intii damiir lahayd iyo shacabka reer laascaanood boqodbadiisa aad bay ugu tiirsadeen aad baana ay niyadooda ugu dhistay niyadis bayba noo ahayd anaga marka aad iyo aad baan dawladda dhamaan iyo madaxweynaha baan u mahadcelinayaa ayaan
taageero buuxda shacabka aan u matelaya shacabada halka adiga ama dhibku halka ku haysto waxaan leenahay madaxweyne waada siibtay hambal yaan leenahay madaxweyne ee shacabka reer Columbusna intooda badan way qabtaa fikirkaaso ee intii aan isbaqalnay iyo intii ay calooshadu ka guuxaysay waxay aaminsan yihiin maanta inuu tiir jabiyay madaxweynaheena ee federaalka ee qaranka Xasan Sheekh Maxamuud inuu tiir jabiyay hawl muhiimana inuu taabtay marka dhamaan waan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxa weeye rag badan bay isugu yeeyo dee ku sii dheeraan maayo annaga barnaamijkan waxaa halkan caawo sidoo kale nala joogo inkastoo barnaamijka khayri aan ka hadlaynay haddana waxyaalaha kale loo baahan yahay inaan iclaamino way wanaagsan tahay waxaa halkan la fadhiyo walaal wadataqaanaan oo asigana uu tartami raba consul city consul Columbus Ohio wadataqaanaan oo caan ah waa Farxaan Jeyte Columbus Ohio waxaan ka codsanaynaa sidii aan u garab istaagno walaalihii hore ee noo soo baxay in aan walaalkeen garab istaagno si markaas uu noo noqdo qofna matala meesha consul waxba kuma lihin city Columbus rajadiisa aad u fiican tahay walaalkeen Farxaan waa ka warqabnaa insha Allah waxaan rajayn inuu ku soo baxo qof kale tartamaya qof saas ah oo aan maahan waxaan u codayn kara dhammaan Franklin County dadka degan oo dhan fursada ugu fiican oo haysto waa taas xilibanadeena ma haysan fursadaas marka waxa uu codayn kara ninka degan Westiga waxa uu codayn kara Northka Eastiga Franklin County oo dhan way u codayn karaan marka walaalkeen waxaan rajaynaynaa inuu soo baxo insha Allah mar dhaweey bilaaban doonta maxaa jira codaynta ilaa bisha May ay bilaaban doonta gudiya jiro qaban qaabadiisa ku jiro laftirkii waa kamid ahay waxaan rajaynaynaa guul aan rajaynaynaa laakiin Farxaan waxaan rabnaa kelimad inuu noo faahfaahiyo ka badan wuxuu noo hayaa insha Allah kadibna waa gudagalayna barnaamijkeena assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan abshkur wa maasantahay markii hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilaahay ilaahay ka soo ka waxaan rabaa inaan mahad celiyo dadka isku dibriday barnaamijkan iyo ragga waqtigoodii intay horeen iyo ciyaalkoodii reerada ka tagen Soomaaliya aaday sida ay u gaarsiiyaan dadkaas dhiban waxa aanu ka aruurinay horta Ilaahay inagu ma keeno markale in masiibadaas oo kale ina soo ajiibto insha Allah saarajeenno waa inaan face kale aan alaab ku geyno horta city council baan ugu wardiyaa city council kuna horta waa maxay city council waa sharci dejiye sharci fulinta weeye waa qaybta legislative-ka ama sharci dejinta magaalada marka wadankan saddex qowd weeye waa executive-ka oo mayorka dhinaca lawyer iyo dhinaca kale judicial-ka iyo dhinaca kale legislative-ka which is qaybta aan damacsanahay insha Allah mar dhow inaan xafiiskooda aan kulli wada booqanaa diila yiraahdo waayo xafiisku xafiiskiina weeye sanadkan waa fursad waxaan haysanaa qaas fursadaasuna doorashadu waa doorashada kursiga ugu fog baa waxaa ku tartamaya mayorka ma jiro madaxweyne xilligiisu tartamayo ma jiro governor marka dadka soo baxaya oo codeynaya waayba yar yihiinba dadka Soomaalida oo magaalada degan oo codeeya oo registration intaan ognahay waa dad ka badan 73,000 wulina baaritaanka maana dhammayn laakiin waa 73,000 oo qof baa register oo codeyn karta marka taas waxay ka tarjumaysaa quwadda aan ku leenahay magaaladan bulsho ahaan dadkan gaaladan waa na og yihiin markay dhaqaalaha noqoto sanadkaas canshuurta keliya intanadan degan Columbus waxaan dib u celinaa marka la sameeyo 2.9 billion waa inta waa dekadda Muqdisho in ka badan weeye marka xisaabta la isba bardhigo marka quwad qarsoon baan leenahay midda kale oo haddana jirta waxaa weeye ciyaalkay dhalinyarada yararka wiil yar waxaa jira anigu aan adeer u ahaa oo dhintay 2020 oo Cabdiraxmaan Salaad dhihi jiray oo familkayga wuxuu ku dhintay CVS ku yaal East Main booliis baa dilay weli baartaankiis waa socdaa weli lama xaqiijin wiilkaas inuu xabad haystay in kale dhalinyarada yararka markii xabsi la geliyo ama meelaha juvenile-ka kale maalinkii gobolku wuxuu ku bixiyaa cunugaas $700 waagaanu iskuul high school-ka aadi jiray halkan waxaa jiri jiray wax la yiraahdo
تريد سكول أم حالك برايا ألحن أم حالك برايا سيدا قريها لوريسو أم وح مكاني فرصة ده سمر ده مشرتو وحيارة وحويانو شخصيا أنت مع السنة هاي أنا كوسو كريو سكول ده نذا مقال ذا وحين كجت جا دمان مرجع مدان شكلا يرتاح ما أنت وحين تجي ميل ديكيرا ديكير تو وعيال كير كهاد سكول إيش كا بريسكول وي بريسكول مرك إيش كيس هو هذا عيال كسكول كبلابن ماشوا ميل أشين بيوي ويلير يقبر باتشوا يقبر ناقب مع علم دواهي وحال برهيا ولقوا حلقوا برهوا شيء إنه سويل ناهين قبر ناهين أولير جندر لابي يدتك منه ما هذين كي يريدين أيه محاد أقول لهذين أنا أوجه هرتكتان وحاس وحنو بذوي مركا وين نقولنا وين نقولنا عتكنا براريتشنت يو دولار كنا ماشانو وضد بحاتشي لنا مقونية حوجا أبابل كانوا سيف عن سيد لجرب يدكم ما نقفلنا يأنا صباح كرر لكن مركا بارتان بدنا نسميني وأنا تشنني consultant group kala badalan oo dadka kala kinisaha noqoto hadan ku consultation kala sameeyno najiidadu aad beeno dhirigelis waana ku guuleysanayna insha Allah aan xafiiskan kaliya ma ahan iyo mid sida xafiiska county sida Franklin County oo kale insha Allah rajidadu aad bi u fiican tahay filayna insha Allah marka dagaal badan baan ugu socda ama noqoto dhinaca diiniyan oo taas wal ognahay ama noqoto dhinaca wax barashada iskuulada badan oo waxa jira leen ciyaalkeenu aadaan iskuuladaas waxaan u heli karnaa awood aan Soomaali luqadana ka hirgelino waqtiga salaadana ciyaalka la fasixi karo hawl baan notaal hawli baan notaal waana hawl aan isleeyahay shakhsiyan waan ka adagayn waan ku filanahay waqti yar baan naga xiga marka wuxuu waa wax farxaan laakiin magac ahaan waariga laakiin masuuliyad ma wadalan حول بكل ينبا تعالى وانا ما سنتين السلام عليكم سيدا كور قبطان وحا سعودي دعوذي داتكي دلك وقيستي إمام محمد حسن آدم وآكوال ورقبطان دعوذي سين عيانتان ودن بيسي إي سعودي ننكا مدى أي محكمة لسو تاقسا كور قبطان وآكوال بحني ننكي لبات أو أها ننكا قيستي afduubka iyo caawinta ninka la caawinay iyo dhaca geystay daawadii waa burburtay waxaanu u burburtay juriga oo isku raaci waay ama xeer baaqti dib ayaa maaragtay isku soo noqday go'aankii wuxuu noqday in trialkii dib loo dhigo oo maxkamadiisana waxa hadda dib loogu dhigay la wadaaga rabnay June 20keeda ayadoo la soo taagi doono gacan ku dhiglihi dilka geystay iyo midki caawinay taasna waxay noo tahay ma aragtay guul because labada qof marka la keeno maxkamada way isku marqaati kacayaan sida noo sheegeen buruskuutarada ama xeer ilaaliyasha iyo dadka experti ku ah waxaan raadinaynay labadooda maalin in la wada keeno marka la kala keeno xeer beegta badana ma fahmi karaan qof gooni loo keeno qof kale ma fahmi karaan laakiin marka labadooda la wada keeno qofka waxa maskaxdiisa ku soo dhici kara inuu hal qof wax intuu afduubo xirto meel geysto lacag ku soo dhaco bangiga geysto oo wado hadana u geeyo ma aragtay meel lagu dilaa oo dilo gaarin uu ku dhaxwato oo bisooladna ku haayo wax suurtagal ma ah marka in dad caawinaya ay jireen ayaa marishka soo baxayso marka labadoodii waxa maxkamadda la keeni doonaa June garab aan laga baahan yahay sida uu garab taagneedeen wixii information waa idin soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala fi Columbus insha Allah markaan waxaan u gudbin doonaa arintii dhabteeda oo wada fadhinay waxaan ku soo dhaweynaynaa saddexdii qof oo meeshaan ka tagtay oo dhaqaalihii sadaqada geysay oo dibteen waxaan ku bilaabayaa brother Abdul Khair Sofe waxaan ku xijin doonaa Dr. Adam oo asigana ma aragtay kamid ahaa dadkii baxay waxaan noogu dambeyn doona gudoomiyaha nabadoon Sheikh Maxamed Nuur insha Allah marka Abdul Khair Sofe ku soo dhawow nooga sheekee barnaamijka insha Allah wax yar
أعد بدو ما هسنتين ولا لها حفلة سوق مقابية ولكن عبد الشكور يدمانتين وان سوكو بيا ورك وان تاهدين برسنتيشن كان لو يدين سيدمان تاي وحا لغايا بانا سويدين نيسان وقود ديقال الدريت تربط نايانا محين تاسو قف اسكادة بدونين انت يدى بضن دنا هيجان ماشي وادني سفر بانو هين رارا نود دجن ماشة آدم جوري قصري هو وين بكله أفجو يأكتي سوها بير أقعد أكتب عن تهيوان تجني تبلو مني ماشي سكور تبى لقى بقية أنت اللي يراه دو مالن بو قذا وانا أكسر نفس مي سلطان ويسق ونا قو بقية وتجي واي أنا تجي لكن ويك دن بهاوشر إنه حيرني دول لها قرمات بحيسان لا هرت الدنيا هي كان مشوا عادني لكن وحياة هي كونسيدنت إلى هاي إسكوسو عادية أو ولا عليه لعكت نوقة دي على حاجة يتيم كيسي بايجونا أبابول يي أو جاك ولا على سوق قرن يوحي بيكلوك تقرن وحياة هايين وابا بيرفكت تايمين بمرك هرت أعرف كسيدا سوها بالبانجو غي ماشة وأنا سقوه ذا تقني guddigi haro niman culuma ah oo akhyaar ah oo ahlu sharaf ah oo diverse ah oo gobolada Soomaaliya dhan matalaya bitre godood iyo bitre baay oo baladka meelay bay dabajnay kokoy barkeesaniya halkii baan isugu wada tagnay waxay noo sameeyeen kulan wanaagsan een teamkii haro waan qabilay guddigi hawsha loo xilsaaray dawladda federaalka متلايي او وسيرك عافيمادك او كتشرو نكي اللي يراهادو عال حاجي دكتر حاجي صومهين يو وسيرك وحبرشادة دكتر فارح عبد القادر يو تيم دان ما حافيسك ماروي مسيبادة مارينتا فوينكا يو قدي دانو دمايسترانو دولد فدرالك او حل سارتيبانو لكولاني جامعات ومدام كوكولا ناي ونسود ويين قاب كي اي ربين وحيني وقون ديان والعقدو بحيان بان يان كالحالني وكالشرني تيم كي هارو اي نغو ودا سعونا حقيق دي اكسبكتيشن كي يجي وي اكسير كريين ووحان فيليني دور جيرو هورانا سند ولي بوانتاقا نيجا جنوري كستا حمر وانتاقا هوي ذي بجوكت، وحن فيلي إني أدور جرا لركي مركات قلوين كمعمول كصومالي ضد أن لزدب أردية، ولا دور شقالة بدنا مش، عدنا بركة ده الله ديم، الله ما أرك أنت بدنا مرور من مش أصغر حي قلقلده كتاعينهين، لكن مركن وحا إمبرسيف كها جد جني، فيل الباب ويا لبا مش. قويس كستا أو مصيبة دي فدي زوبة تو أي أصيبتي فايل بولي هاي فول را انت عانوغي أغان عانوغي مساور كيسي سكول كوردكتي ساد غرغار كلاسين يوكو مأكا كي أغان دولد وحي بلغا دي أو دماند غا دي أوبت كواح براشادة دا كو أغان موبي سكول كالجين هي وسارد عافمات قف باك سعودا كو غرغار كا فوين قف باك سعودا كو وسارد وحي حل سيري وحل ساري هين او لو اقمضي وحبرشدو دي يا تعليم تو دي او دي انت الى جامعات وكقارية مركا حقيق دي قاب كي واقع سيبين قاب اد اوهو فن او هابيسن او دد وحقرد اح وحيس دبور دينا عن لحينا سيدا سيركا لوفر دي راون تيبل اح وغفو البكالين تي سي رول كي سي قانو dad nooc ah sahay naqabilay een xaflad ba ya la qabtay dadkii een inagu contribution kan geenay rar kalan boos waxaydan u dabaal degin ma badnay een percentage kala dawladdu rais gareysay oo 2 million oo dollar ah marka laba bardhigo wax yar bay ahayd oo wax toban iyo shan nin iyo saddex nin iska daba diraba ma dhameey waxa miina baxeen horta marka koowaad taa ogaada وحيروكو وان بعد بحسين حدنا دد آمن أو علماء أو حقيقة أهل شرفها قاضي أو قدومي وما بباهنين بين عد إيو وفتي إيو لقد دبادرو لكن نسيبوناك إنا قادنا هايقا ميشو قسعني وساسا ونمقعية تايتل كي كريدت كيبان قاضني ونماهاني
بيش دناعي كان مركو هرو وادني لكن عنا معنا ونمن لشرفها لودي بي وانا ما كان هرو وحارب عنا دو سبع سان وكريدت كاتسي سان هدنا نسيبونا وقوة على الله سعانوت بان ميشو جوغنا وانا در كونسير انتكالة ومقالد انو جوغا نوبا بان وغين بحد مركا عركي والله يابي مركا نمو بركي سنو عاسي هاين حفلت خدمة دي يرادو بحنا يسيك استبها حتى بقول أفرتن يلح قويس أيان ستوس أوغا فايدي وداد كي ميشو كل باتو بيها مركا أجر كاس نوالالهي لبحي أيا إسكالة شقادن با إنك وفتجيجا كجري أو تيم كجيجا حق حقبان هاي بورد and Fox family اللي هذا نوكبوا ترسلنا عنيجا يا شقادن وأنا حشته وحوها العجي هل كان لقب حني تيم كجيجا جودي جاء تق واسكور هاي نقدر نبى هالقويسة نك العقد بحية كي جاك غري وانا اسكور هاي كي أقول عقد بنان يسقوها شقادن جاك هو حق بنان قري هذا نجودي جي خادمين تي هاوشنا كجري مركا أجر الله سيو أنت كدب وحان مقالات جوجرين ما نضيع له هالكان الحينه أنا وهالكان وحان دك مثلاً شقيا ماذا حوينها يدق مقالات يوم مركي وقاعدين ما نضيع له هالكاسة جوجو وسيره دي جودي وكتري مقلين ونسور هذين ونسور دويين ودق مقالات والله كلناي ماذا حوينها والله كلناي شيخ آدم سوق مكستوى معارض ودولد يحمل غيره متكستوى يماد سوق ما قاله نمر راعين أنا جي سلطان كا يا دولد القرابين إني أو وسير كستلو كل مين إني أو شيخ آدم سوق نجاح راي مركا بدحينا والله كل نوى نسود ويجي سجى يقويس كي سبا وحو نوش جاي دولدنا دجال كجرتو حقت هذا هاي سنة تا وقت يدك قادم أيه حكم دموليسي لكن مدة قومهم سنة وحياة هيد وحلي هذا the sense of ownership وحن لهانشها وحسوا حسوسية كلمة مدحونه هذا الكي حكمة لهاي ثامس جيفرسون ويري محلي هذا government is if the man or the woman doesn't feel the sense of ownership in the system, then there is no government. هل قفا كل جيس تمر استاجو ماذا حبنا هيا وحبنا كمان كرا أو ما أوران كري. وحيو الله عن شه هذه sense of ownership كاسو نجرا. مرك إن لدونه يو دت كمجتمع الصوماليات نظام كتيرة إلى هر دقمة إلى هر قبل إلى هر دولة قبلات نظام كستوى جيرو إن دات كل الله عن شيء سه ملكي لنا بدي يسوع يقيب كهذا أنا شكتان سيد أسكلي أيان النظام كو حل ونعكس لو جارك ريا وهدي عد كستاد ضيع عضو ودقي حجت كي يلا ألقى دينا وجت كي قشن لقى وده دقو واحد بلايا لا ده جن كل اللي هاي ودنا كي نقضه ده هالقفة ما ده نقضه حا ما سمعين كريو حمد ده سو نلو ده جاي ما ده حوينها وحنا نقعد صديين إكسبرتيز كا يو كالنت جالية ده كلام بس إلا ده هاي مرول بهاد كورنا سيدي رن نسود ويني بو نجاك ما حد عليه من الصورة إنه تجي أو معلم بركيد وجوجي كتبنا وديب دولاي بوشجعي وحلا أرك ما قان كقديقنا يا أنا جا سلطان كمدحونا يسكو هاي بيهنا حاجة يروح وحنا يقلو والبان لقلا نوان وان جوجي ماشى وان يروح جوني مدحونا وان قل قلني وحنا إنه حقيقي حقيقة دي مركة أيت مع دا the value of a human life marka aad oday u tahay in umad de durufay ku nooshay dibka ka jiraad wada garanaysan in laga mar ma tahay iskaash badan la sameeyo dadka uu engage gareeyo en wuu noo iman doonaa duqa magaalada raaliga hada en wuxuu aad u daneynaya وحيلا تكنيكال إكسبرتيز كا دتك دلنا يرضى قارهان أرديدا جامعة ده كبحية ليهين إن خلاص دتك سير بلان كبرتاي إن يروح لما ده إن لجبوريو إن أي إن وحي تكنيكال إن كبعة مجال ده مقدشة يسمعين إيشو كونستراكشن كسعودا the speed of the growth حقيقة دي وده ما بدنا أفريقيا oo qarkood inagu ina wardiyeenayaan sida Burundi oo kale oo level ka ugu hoose wadanka dhaqaale markii la yiraahdo kobaca la yiraahdo ayagu the bottom had
ماشي صومالي هدا يكتها هاي نمبر 8 نمبر 9 وواحد بدنا نكفي عنها إنك صاد عيد مدد بين وارديني أنا سيب ترى تعالى إن فيوجر كا سيدي باهيدا جرتا أرمها إنفراستراكتشر كلا حريرة دتكو هدي 11 مليون وقف قدر سنتو مجال ده مقدشو next 20 30 years لكن أجاسن كي جد كي لمر لها يبيه لعب لها وح كراب بين قناة سعد بدن بقى كجرتو قاد بوجو برا ركسين هاي سيجارة وحدنا نيا مجال ده كلام بس إن و لا ما تانا هي مجال ده مقدشو dialogue وح ناس عدا حجوس ويدارسي هو أركاس لها المالة دوق كلية لما أنا كل منك حجينا دي ساعتها ولا كلني قاد بين نوسد وين سديرن بين نوسد وين جودهان ضد مسلمة وذنول مساجد كبر كنت كتو إمام كوليها ولا لها مساكين تاع الله كالمي أو يمنيين يسيريان يقويسس كحوتيك هادت كوي وضعاون يانو قفل بالتلاف نوسيتو وحلسين يو سعاون يو سساعد يو سلامه هو دقم بار أتقني دتكو قاد بيو ونعكسينهم إكستو عن نيتشر هان أريمه كونترفيرشل كاه يو تتك كودر دريو أو عن هين ما دام عن خادم بالشيء إسكاه هذا حدنا كل هرا بيل كهر بيش هدا جنوري ينتجي وحن جو جيبوتي شركة هيريتاج I couldn't help but to compare Djibouti and Mogadishu. فرق وين بانا إيه موقعني حق ذاتك مغدشو جوغة ذات رقانو وناكسانو آد يآد فرق وين إنو أدحي حالك Djibouti حالك دو أي هيد ويق يبرعن جوغة أي كاوس سايسو مركا تاسينا ريالي وانسيب وناك أرين cultural أما socio economic issue oo aad challenge noo ah ayaa ii muuqanayay arrimaha safety gana saameyn kara kulay odayaashana iyo dadka taga dad badan oo taga jiro oo sii noqdo soo noqdo arrimihii soddonka iyo dhowrka sanada ahaa ee burburkii iyo wixii dhacay waxaa laga dhaxlay waxa kamid ah iyo nidaamkan isku dhaxnoolaanshaha iyo saacidida ah dadku ay saacidaane iskaalmeeyaan isku dhaxnoolihiin dadku waxay ku survive groween bay sidaas tahay oo de qofkii uu haysto qofkii aan waxba haysan aan ilaahdo uu ku dhaxnoolihay dadkii kale oo bulshadii oo qof gaajo dhimanayaan dad muslim oo saacidayo ay yihiin ba waxay sababtay in dadkii waxyaalo badan ay violate gareeyaan ay ku xad gudbaan oo ah jidkan ila jidka intaad maraysid aniga oo dhintay oo sirwaalka jeebabkiisa sid baab security li baaray ay inay dilaacaan ay qarku u saaran yihiin waan soo noqday oo de security issue haddana askarta jid walba oo dogtiin waa wada maqasheen mid qura oo waxba ku weydiinayn ma leh mid kasta wuxuu leeyahay soo tuure igu soo ride kan ma dad is wada baaranaya oo rafaaday oo iyagoo u baahanayn niman madaxa oo security officers oo checkpoints joogo oo dhaqan u baahanayn inay cidina waxa iska noqotay wax iska baad oo qaarkood baa loo idaarey dhisanayaan madaxweynaha kala hadlay arrinkaas qoladanka degmada waa kala hadlay waa ogyihiin waxayna ogeyn oo xan ah iyo ma aha arrinkaas mushaakilkaas meesha uu ka jiraa guud ahaan waxaan halkan u soo istaagay aniga waqtiga qadarinaya inaan idiin sheego idinku wargeliyo guddigii Zobe 2 shaqadiisi waa dhamaatay mission accomplished hawshaasi caawa ayaan reportkeeda isiinaynaa with that said waxaan rabnaa inaan ku baraarujino walaalaha ubadka agoomoobay meesha aan ku aragnay 113 qoys gaaraya waxaa ku jira qoys 12 cunug haysta waxaa ku jira qoysas only isha kaliya ee dhaqaale ay ku noolaayeen ay ahayd waalidkood u shaqeynayay waalidkiina qarxi uu ku dhintay caruur aada u tiro badan oo agoon ah hal qoys kaliya 113 qoys hal qoys oo kamid ah 12 haystaan ku jira waxaa jira kuwo badan 6 haysta midwise hadii la isku dadoro waa intaas oo kun oo caruur oo agoon oo maalin qura daqiiqad kaliya ay hawada galeen aan qaarkood xitaa jirkoodii la arag
بالرمضان باسوس عطاء علمذي ولكن شق مصطفى والمغليسين وحنجعل لها إن كسر قب قبيه قف كدون يا بشهر رمضان بركة يا دعم زكاة الفطر ها وبحيو أما ولا لها حتى غيره سوء بحنكره سوء قدي وباهنين سوء وباهنين سوء فيه سلطان اندوسيه سلطان كلا من وباهنين إنه from your own heart إن قويسس كاسيتوس أولا حريري كرتو أدري كرتيد قويس سبونسري كرتيد زكاة الفطر أدري كرتيد سيدا دانا بادا داغضا وحالي لادا صدقادا مدى أن مرقاتيغا لهاينا سرتها وغفيا عن و أذيغا إيه قويس كاس كيلياس أكتين وما باهن العدباء وقليب تبا مرك أرنغاس آدبانو برا رجينا يا إنا سيدا سميسان سلطان که ای آدم با وحی انکته گی ای مصور رحی سبب ویدیو با جریب آن عمرانی نیا مالن کی گودیگو هاوش قبلاهی ولاله هاوش قبل قاتینا اجر ای حسان الله کسیو مرکا هدف هم او عایا دکتر آذن و کلمات کدی دون انشالله مهد علنا السلام علیکم و رحمت الله و برکات هر تو اکوما سنتای تایتل این لحظه بازی استحوا ای دیبو دکتر جعلان های أنا ودغري دكتورني موتو هذه سؤال بيشي دكتور قاضي دكتور مخادة كروحان لهن مركات بوا ما سنتينكو مخادة بي اج دي مانا قاضة دكتورني مولي مركتاس واتاس تنلوات وحيلا ديلا دكي قو ريبا يري أنا وحان ربا كرين أنا وقوعد لها مقع فاكس دكي ناج انت ناجيبتي أسو جيدين تيني هات ان دكا وحلو عروري وحلو قبتو هاد بنو ما دقي هاد كنا أجيبي كنت لقى إني وحنا لا عروريان أم وحنا لقى بتلعقت سوء عروريات بنو ما دعلنا تنكلوا وحن قدوميها وحن كسيح الرواكلية هلمت لعقت ومان ديب المدحوين لعقت هسي وحن كوب حني قدي دولة دو حل صارت علماء إيه جناح صدا إيه ككوب نعم تغنى إيه دتكي برشة كسعودي هو شاو حل صارنا زوبتو يعني أرتو كغي بني مدحونا ديان رادنا ووحي لقى عرّي بنو قريسا والعكس سياسة قشين نو قريسا تعم أنا سو بنين أنا أذكر ما سو قدامي وكسحة كنت أزن كسا لحق تاسو قدي أسر ودي بني سوور كان كارك دونتان هذا قدامي أيه صافة هدي جوا أي هذا دول داركتي ذاك غيب قلنا تاس أيوة كقولنا رشقكم ملي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كسر دويو أنا قدوميها قلها تلو ذاك قدومي محمد نور إندوس وفافاه أنت قدم بيسان نسين دون إن شاء الله كسر دو قدومي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين وحامد يا من إيه درجة إيه شرف كل جدوى هاتي إلى الله يكون كن سميعي الرهان تي أود حكمة دي قرشة نسينا عاو هلكن أنا ومدرسة أسسو حرف دي صنع كان ترجمة إنه كان دبن سندف كل قب صنع كان دف تهستنا سندف كل قب صنع وأنا خدرنه aan runahaanti waan mahad aan la soo koobi karin halkan ugu mahad celinaya dhamaan abaabulyaashi gudiga farsamada quruxda badan leh ee Soomaatiga maanta halkan noogu diyaariyay ma sha Allah gabdhii iyo ragii iyo odayaashiiba waan sidoo kale to aan halkan mar labaad aan leeyahay waa ku maasantii ka soo qaybgalkiina aqalada garaadyada سلطان ندا أقولي هندا إيجودوني أشا هير أوهايو. رونهانتي وحن محد عن السوكو بكرين عن أسو جدين إن وعليه سكو هالي كقاب قاشة أما تأكل أنت لبنا ياشا قريح يصاب تو. كواسوكا كمنا أساس كونا إلهايان وعليه أكستر سكول بس دمان مساجد داس كتالا كولومبوس اوهايو ان سي كلا هر لهين او قيب قات تاس وها سي دير ان كوميونيتي سومالي كولومبوس جوكتو غبداها يا رغا يا دالينيرادا يا ودياش يا غناصتادا دمان كا قيب قات وحان لهناي
أجر إيه حسنات إيه درجة على سوكو بكدن إلهي هذي كسيو معلنتا قيامها حسابتين مدل لهم كوكا باي الله هذي كاقا ديو فهلا هذا واجهة تتعبار بافردين وعن رباحوغا يرينا يسو باندقنو وحيابيه قصو عرقني سوماليا رنتي والعلاك يا إيصافي ورنتي سوا مدونا ينان هدولا كوني هاي برسونال ديب أسي دادا لكن سيدو دين شاقي ياساق يولاكي آدم قولي وواوين يو قلال بي هالك اسكول هايين لكن أنا بستي يا غرب كيسار لا وعن ها أضي نبادونا رنتي ويستاقي ونسوحي الغامي dan iyo haajo kale aan xamar u aadin ee kaliya u aadi arintaas iyada ee intaas kaftaan loo ahaato waxaan rabaa inaan isu soo bandhigno qasatan waxaan rabaa in sida aad maqleysaan waxa lagu soo celshay masha Allah waa arin ugub ah oo dhacday horena u dhici jirin in lacag la arooshay la qaado laakiin walaalaheen xara ee garab taagnaa barnaamijti wax badan ay qabteen aan u soo dhaadacno ee barnaamijka sida aad arkaysaan halkaas idin kaaga muuqdo ma sha Allah ilaahay darajay sharafasi fadhi maqaalayra ee ku taala soobe ma malaa'ikata markay ilmahaas agoonta abi jorriyeriga ha ee maalintii ku shaqeyn jiray inta yar u keenay jiray markuu meesha ka baxay nolosha ay waafaqi doonaan ilaah bay leeyeen sidaan hore u soo balan qaadnaa waxa leeyeen umada Soomaaliyeed ee idinku aad ka mid tihiin horogu si soo soo da barnaamijka wax yar si ay dadku wada maqlaan qaybaha waa qaybii isbitaalada dadkii yeelay ee dhaawac ahaa ee burburka soo gaaray runahaanti anaga barnaamijkeeni ma ashar gaarin awoodeena dhaqaale inaan wax weyn ka qaadano balse waxaan xoogga saarnay barnaamijkii ahaa ka qayb qaadashada ilmaha aad yatiinta ee agoonta sida arkaysan waxa halkaas loogu qaybinayay dhaqaalihii yara aan idin ka qaadnay oo ruuxaanti ilaahay barakeeyay markay wixiina wixii ahaayeen waxaad ku soo dhiibteen qalbi furan dhaqaal badan ma ahayn sidii walaalkay soo fashaygay laakiin wixii ahaayeen wax baraka badan ilaahayna barakeeyay sida arkaysan cunuga wad arkaysan ilmaha meesha daadooda ma jiro cunug ka weyn 17 ama 16 sidaad arkaysaa meeshaas waxaan sida maqleysan ma jirto wax dhaqaale ah oo hay'ad samafal aan anaga ku wareejinay ma jirto organization wixii qaateen ma jirto gudi farsamo gaar ah inay qaateen anagoo taagan ayaa waxaan wada bixinay wax xal إلهي أن حريص تسيسي كوي دلينا أما قرشي أما كشقي أما كذا قاطينا قيب بدن أو كملة يقول والد دلي واتجا مركا إلهي أكتيسة أي كدو دي دونام وعندك أقومتي إلمها يمير أوي هرتين كموغو markii maanta aan fiirinay liisaska dadka dadku waxa ay noqdeen adeeg 300 qof ayay noqdeen duubiyaha hay'adda maareynta masuuliyiinta qaranka mudane maxamed macalla abdulle ayaa tilmaamay in kuwii awooday ka badan 300 caruur ah in allah ka qabtay dalka dhowaan guud ahaan dalka laga saarayo dadkii ku geeriyooday soobe TV-ga durbo oo qareeyay soo shaqmay oo runtii dadkii masaakiinta ahay oo jidka ku qaraacsanay lala beegtay waa idin kaga tahsiinayaa dadka halkan fadhiyo kulli waa dad ama waalidiina ama dad waalid loo yahay dadkii agoomanka ahaa aad iyo aad ugu tahsiinayaa
runtii waxa waaye shaqo hawl xushnimo ay ahayd laakiin cadowgaas ilaahay wuu naga qabanayaa ilaahayna wuu naga qabtaa hadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in dalka soomaaliya mar dhow naga xiritiri doono xubna ka socday jaaliyadda magaalada colombos ee dalka maraykanka kana mid ahaa walaalihii soomaaliyeed ee sida weyn uga qayb qaatay gurmadka loo sameeyey dadkii halkaasi waxyeelada ka soo gaartay iladooda ayaa sheegay sidan waayo waxaan hal jira oo keliya jirkiis lahaa jiridka maqoslo qofka markii shantaas qorood qari ay wax gaaraan afarta kale waa la xanuunsanaysaa gabdho rumahaantii iyo odayaal iyo qurbajoog fara badan oo isu dayay isku dayay inay ilala ooyaan ayaa waxaan rijaagay sidaa hambalyo duco salaan iyo deeq yar oo aanan badneen taas oo idin soo hor istaagay inaan idin sheego inaad tihiin kuwa leh walaalo u muqan dibadda ku joogo walaaleen aniga waxaan kana mid aniga khaasatan waxaan deganahay magaalada minnesota hay-addaas ayaan u shaqeeyaa hay-addana runtii meelo badan oo soomaaliya ka mid ahay wax ka qabatay zoba one iyo two aan haddu joogno sidoo kale masiibadee ka dhacday hargeysa suuqii gubtay ayaan lacag aad iyo aad runtii aan horay loo aruurinin aan gaarsiinay alxamdulilah dadka ayaan u joognaa aan u khadmayno laakiin juhdiga annaga waxaan rabnay lacagta aynu maanta wadno waa lacag dhan toddobaatan iyo saddex kun oo dollar lacag badan ma wadno laakiin waxaan inu walaalihii wax la gaara waxaa xusin muda in sidaan oo kale guddigan ay hore lacagu ugu qeybiyeen eheladii dadkii halkaasi ku geeriyooday kuwii ku hanti beelay iyo kuwii ganacsigooda iyo guryahooda halkaasi burburka uu ka soo gaaray yunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho maasha allah sida sida aada wada arkaysaan waxa qeyb baa dhiman sida aada wada arkaysaan waxay ahayd midaas iyada ah sidii wax loo gaarsiiyo walaalaha kuwaas oo saxiixayaasha wada ahaa qof kastana wixii la siinayay meeshaas ayay si bayaan ah iyadoo qormo ay ku qaadanaysay waxaa dheeraa lacagta aan geenay 180,000 ee dowladda soomaaliyeed iyaduna ay goobta keentay run ahaantii waa wax aada loogu farxo waxaan sidaa maqaalada aan inoo sheegeen oo marbadka aan ku helnay calaa qoys markii calaa cunug $500 la siiyey run ahaantii qoyskii 10 cunug haystay $5,000 ayuu gacanta ku dhigay waa maalmo iyo nolol yaroo gaaban balse annaga si aan u xoojino idinkuguna markaati furno waxqabadkiina inuu inuu noqday mid fulfulgareeyey oo buuxsamay ayaan waxaan go-aansanay inaan idin soo bandhigno wax kasta oo aan la kulannay waxaan haddana idin soo gudbin doonaa liiska caruurta agoonta ah ee aan run ahaantii cidina u muuqneen ceelna u qodneen waxaan kaloon idin xasuusinayaa dhibanayaasha dadka ugu badan ee dhaawaca meesha ku gaaray ee aabayaashood ku waayey waxay ahaayeen caseeye wuxuu ahaa bajaajle wuxuu ahaa qaadwale wuxuu ahaa weter runtii markaan ii sheego waxaan allaahu akbar waxaa wax aad iyo aada looga xumaadaa run ahaantii maanta waxaa mahad iyo ammaan iyo darajo iyo sharaf u ahaatay allah aqoonkaas sameeyey run ahaantii naga duway inaan xoolaha la mid noqonin laakiin aan nahay dad bini aadan ah oo damiir iyo dareen leh bal cunugeyga markuu firidijeerka wuxuu doono kala soo baxaayo ama dalbanaayo biisada aqalka loogu keenayo gambalaalka ka waran bal cunuga aanan haysan cunuga aanan haysanin hadduu xabad rootiya oo qalalan helo inuuse heli karin mid labaad oo qalalan oo ku qadeeyo cunuga aanan haysanin caawa haddii roob soo da-o habeen dambana roob kale soo da-o bacda
oo ku hoos jiro inuu ku qoyo markii siyaas darteed walaalayaal waxaan u baahanahay sida isu xil qaateen shalayn dhexda aad ugu xirateen inaad maantana u istaagtaan walaalaha kuwaas oon idin soo gudbin doonno muuqaalkooda iyo qoraalka liiskooda waxaa kaloo halkan idinka tusi doonaa dadkii dhaawaca ahaa ee isbitaalada aan ku booqanay qaarkood waqtiga aan u helnay insha allah raallin ahaada waa murugo videogan marka xoogaa insha allah gabdhaha waxaan leeyahay hal adkaysto okay cabdishakuur qaybta aada u dhaawaca ahaa soo bandhigin qaybaha xoogaa asturan soo bandhig insha allah sidaad arkaysaan soo daa codka ما شاء الله وعن فيلا يا كرمركي إنات عرقتين رونهانتي وحا مهد إيامان إسكالة إلهي كونكا سمي سارو شغنبا ولا ليال وحن رجينينا ورلس فرافريد لغو ما نقضو رونهانتي ودا دادي وينو شغل فائدة إلى ذهي نفتادا كقات نفتادا وقات شيقين مصطفى ها والمغلسين إن شاء الله بإذن الله الكريم وحان الله يحي إذنكو قد سيمرينين إذنكو قدومي سيمرينين إذنكو عدكال سيمرينين وحان سمينينا هدي إلا كوري يحي وحان هينا سدح بغل صدني اللح أغونا سدح داس بغل صدني اللح داس عرورتا أغونا إلهي سبحانه قادر كاها أيو إذن كذن كاها ديگا وهل أنك يوهل نويهن إلهي نوهل ويهن ننا مرة وإنو جاب كيسو حقسو بحشي إسو مران أما صوفو مران أما قدومي مران أما قدومي مران وحان هينا ليسكي عرورتاس إيادا آهيدي وحان سمين إنا هدوال لكورو يحي إن آن إذن سو قدبنو قوس والبا
هدي اد لبعنو قادة كرتيد هدا سدح قادة كرتيد اي هدا الافر قادة كرتيد به انا لديك مركا وحا قادة شخصي احان تابا ايا وحا خوصينا انا اوود تلافكيسة انا لحريرتيد انا تكور هيسيد وحي اد ادريسينا انا لديك ستوسة اد او قدبسيد اسنا اي ستوسو قاران ولكي سيدو ايق بلان قادي ولكي دعيسانة وحونا كالمي دونا إن أن هلنا إن ليستيجين أوجد بنا وابسات كاسات كهلي كرتت عنو قد أديس إن الفيرست تلف كيزات فيرست كلام بعدت مدة لبعض هدا عاو حن ربا إن صوبان دينا هدي أدوودان إن شاء الله ليستيجي أوجدن أيان هنا إن شاء الله بين الله الكريم وحن سمين كرنا إن أن لسه حريرتان أنت عنق أتقالنا يسند أنو شكتت ستوس أيام حنخوسي لنا المهي هي التلفون دودي ستوس سيادو لحريت وعن نفوت نوصى سبيشي بركة سند الربلان كائن سيد المقلسين إن سكات الفدرية أيام جرتو وعليه مساكين أيام جرتو إن أفرى وراها برنامج أيام جري جري سيد وراك يا عبد شكور شاقي إنك استوى هذا السجل لكن س runtii ma aysan jirin sanadkii hore 336 agoon ah oo hal maalin ku aabowayse marka sidaas darteed walaalayaal waa ku baahsantiin dhageysigeen iyo waqtigeen iyo juhdiga aad soo galiseen iyo imaatay insha Allah waqti soo bixamdillaah jami'an sheekayga sidii hore iga la balamay ee ahayd inaan mid ahaano